فائدة عرضية هي أن المسائل التي جاءت فيها نصوص واضحة صريحة بالتحريم نجد أن فيها إما حديثا وإما حديثين قد يبطلان مدلول الأحاديث الكثيرة، كما هنا وكما في قضية التصوير إلا رقما في ثوب، وكما في الحلف بغير الله في مثل رواية مسلم أفلح وأبيه إن صدق. والناس في هذه على طريقتين، أناس ينظرون إلى الأدلة الكبرى الكثيرة ويعولون عليها، ثم يأتون إلى هذه الأحاديث القليلة والتي قد تكون غير صريحة في المسألة ويفسرونها ويوضحونها حتى تتفق مع الأحاديث الكبرى، فيكون الكل واضحا محكما لا ريبة فيه ولا مرية فيه. فريق آخر لا، وهذا نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، يقول إن عند المحدثين علما من أشرف علومه وهو علم علل الحديث، فإنه لا ينظر إلى السند من حيث هو فقط، فقد يكون الحديث في صحيح البخاري، لكن يطلعون على علة خفية في متنه. ولذا نرى أن البعض وهم الفريق الآخر يأخذون بهذه الأحاديث القليلة ويدعون تلك الأحاديث التي هي مثل الجبال في القوة وفي العدد وفي الكثرة.